من لبنان بروح على السويد لعند سيدة قدرت أنه هي تتخطى التحديات وقدرت أنه هي تتخطى التقاليد والعادات العربية وتكون سائقة باص بمدينة بالسويد. صباح الخير إليك منال فاضل. صباح الخير مريم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك على شاشة الجديد. منال، يعني اليوم لسيدة عندها 4 أولاد ببلد غريب قررت انه هي تكون سائقة باص، قد ايه بده هيك جرأة هيدا القرار؟ هلا هو الموضوع بده جرأة وبده انه مثابرة، انه واحد انه يدرس ويشتغل على حاله شوي، فبما انه نحن جينا من بلدنا يعني متغربين لهون وهاجرنا، فرح نبدا من الصفر ونحن بدينا من الصفر. بدينا من الصفر بالدراسة، بدينا بالصفر بالشغل، بدينا بالصفر بتربية الأولاد. فالمرأة العربية بالذات يعني إنه لازم تثبت وجودها ولازم تثبت حالها. في بداية الأمر لا، قلنا إنه خلاص عايشين على المساعدات وهيك، فنحن كشعب عربي مثل ما بتعرفي ما بنرضى نعيش على المساعدات، واللي بيقدر يشتغل فلازم يوقف على إجري ويشتغل يعني. فمن هذا المنطلق قلت يا رب ومشينا يعني، ودرست وحصلت الشهادة الحمد لله. منال عن جد بتكبر القلب لأنه ما خليتي شيء يوقف بوجهك وما خليتي حتى العادات العربية، يعني كتير قليل اليوم حتى ببلداننا العربية أنه سيدة تسوق الباص، يعني فكيف أنت تغربتي وببلد مثل ما حضرتك قلتي جديد وبلشتي فيه من الصفر، كيف صارت لغتك السويدية أول شيء؟ هلا هو اول ما بدك انت تاخذي الشهاده طبعا كله باللغه السويديه رح تقدميه انت، فانا اعتزلت العالم لمده 6 شهور اف وما عدت اشوف حدا يعني، حتى بعدت عن كل الاصدقاء وقدرت انه اثبت وجودي واخذتها يعني الحمد لله رب العالمين. بس المشاكل كانت، هي اكبر مشكله كانت وعائق لي كبير هو اللغه يعني طبعا، فاشتغلت شوي على حالي وكمان يعني بمساعده اصدقاء سويديين منيح يعني ساعدوني بهذا الموضوع فقدرت اتخطى هي المحنه. طيب هيك اولادك شو كانت ردات فعلهم؟ انا اكيد انه هن فخورين بولدتهم وفخورين بالشيء اللي عم تعمله، ولكن لما اخذتي هيدا القرار حدا منهم قال لك لا فكري فيها؟ اكيد 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 عارضوا بالنسبه لعاداتنا وتقاليدنا العربيه، انه مرعوا انه ست وتشتغل مثلا سائقه باص شوي انه صعبه يعني بالنسبه لنظره المجتمع، بس هي كدين وك يعني شريعه انه هي ما فيها شيء من الحرمانيه، لا ما فيها شيء حرام طبعا ولا فيها شيء عيب، انه المشكله انه هي رب العالمين دي العمل عباده يعني. وانا من هذا المنطلق مشيت بما انه ما فيها مخالفه لشريعه رب العالمين وما فيها مخالفه لعاداتي وتقاليدي، فانا مشيت بهذا المنطلق. حلو. طيب لما بيطلعوا هلا بالسويد ما عندهم مشكله انه سيده تسوق الباص، لما بيطلعوا معك مثلا بيحكوك العرب بيحكوك اكثر بيعرفوك مش من عندهم؟ اي شخص عربي بيطلع معي بالباص بيقول لي انه نحن بنفتخر انه انت محجبه وعم تسوقي باص، فهذا فخر لنا يعني، نحن بنرفع راسنا فيكي. وطبعا السويديين بنفس الشيء يعني، انه هن ما في تمييز بين وحده محجبه او مي محجبه او دين اسلامي او اي دين ثاني. نعم. فكمان هن وقت بيطلعوا بيعطوني طاقه ايجابيه يعني حلوه كثير منهم، يعني انه مثلا اوقات بيقدموا لي قطعه شوكولاته مثلا، انه انت مثلا وقفتي على اجريكي، حدا بينمي لي بيقول لي عم بعطيكي طاقه ايجابيه يعني، فهذا كان كثير حلو شجعني لهذا الموضوع. طبعا حلو كثير هيدا التشجيع وحلو كيف الناس واقفه حد بعضها. شو بتسمعيهم بالباص اغاني؟ هلا يعني اوقات بحط الاغاني السويديه طبعا على الراديو، والاغلب وقت بيكون ماشي على يعني على طريق انه فيه عرب بعرف انه هون رح يطلع عرب، فبحط اغاني عربيه طبعا، واوقات بيرقصوا بقلب الباص ما في مشكله. حلو على اللبناني هيدي وعلى السوري وهيك، نحن بالمنطقه العربيه يعني ما عندنا مشكل بهيدي المواضيع. حتى السويديين بيطلعوا بكون حاطه اغاني عربيه، في اغنيه مشهوره يعني عندهم بتقلي معلش تحطيها يعني على الموبايل، بقول لها اوكي ما في مشكله يعني. اوكي يعني كانوا بيشجعوكي، مريت مجرد ابتسامتهم الصبح وانت عم بتسوقي الباص فانت ابتسامتهم بتعطيكي طاقه صحيح. ايجابيه وبتريحك نفسيا. طيب كيف عم تقدري هيك تزبطي وقتك بين انك تسوق الباص بين انك تهتمي باولادك الاربعه؟ يعني خاصه انه بالباص ما في دوام، يعني مش معروف انه دوامك الا اذا انت هيك اخذينك بعين الاعتبار. هلا هن مثل ما ذكروا قالوا لي انت يعني بنتنا المدلله، بما انه انت اول محجبه عندنا بالشركه والشركه محترمه جدا، هي شركه فرنسيه اسمها ترانس دي. اوكي. فبيقولي انت بنتنا المدلله يعني، فرح نساعدك لما ما تقدري توقفي على جريكي. طبعا بالليل انا ما بشتغل،
بشتغل بدوام يناسب دوام بناتي انه أوكي. اكون بالبيت ويرجعوا على البيت. يعني كثير حلو هيدا الشيء اللي عم تخبرينا اياه يا منال، وتحيه لكل عائلتك وتحيه لكل هالمجهود الجبار. عفوا، هو انا اللي عملته مو انجاز كثير عظيم، مو انجاز اي سيده بتقدر تعمله، بس الانجاز انه انت خلال 5 سنين قدرتي توقفي على اجريك، تخلصي لغه، تدخلي بسوق العمل السعودي، وهذا شيء كثير كثير صعب. يعني بس بوجه رساله لاي سيده لازم تشتغلي، لازم توقفي على اجريك. نحن الشعب العربي ما بنقبل مساعدات، ما بنقبل مساعدات. طيب شو بدك تعطينا هيك كلمه بالسويدي تعلميني اياها؟ انا ولا كلمه. طيب قال لك جمورون، يعني صباح الخير. شو هي؟ جمورون. جمورون صباح الخير. إيه. على قد ما عرفت، ان شاء الله تكون لفظتها صح كمان. ويوسك نرديش تقتلك. وانا كمان، انا بالاكثر. ميرسي كثير لك منال، ميرسي على هالاطلاله معنا، ويعطيك الف عافيه وتحيه لكل عائلتك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا، انا رح اتوقف مع فاصل، ومن بعدها رح نكون بحديث جدا مهم اللي زمان ما حكيت فيه، موضوع كورونا المتحور الجديد، الفاكسان اللي عم ناخده بجرعه معززه، كل هيدي رح يكون عندنا اجوبتها مع البروفيسور رياض سركيس بعد البريك.